الحمد لله. والله طبعا يعني اهم من الجونين، اهم حاجه المكسب، واهم حاجه اللي احنا بنقدر نكسب واللي احنا نقدر نفرح الجمهور. فدي ربنا يديمها علينا نعمه، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحقق ال 12 باذن الله بدايه من النهارده ان شاء الله. حسين النهارده اول مباراه بيبدا فيها التشكيل من البدايه، من بدايه الموسم. هو حسين جاي بادئ من بدايه المباراه، مريح المباراه اللي قبليها. حسين بامكانياته بمهاراته بفنياته، اعتقد دي ان ده اللي بتدل على الشخصيه والعلاقه اللي فيها حسين الشحات. والله طبعا يعني اي لعيب في مصر او اي لعيب في العالم لازم دايما يحافظ على المستوى اللي هو بيبقى فيه. لا بالعكس، انت لازم تبقى اكتر واكتر كمان، لازم تقدم ولازم تقدر. يعني انت مثلا انت كويس، لا لازم تبقى كويس جدا كويس جدا، لازم تبقى ممتاز، لازم كل ده يعني لازم تزود. فالحمد لله والله يعني انا كحسين انا مركز ان انا السنه دي ان شاء الله لازم اكمل واقدر اعمل اللي انا اكتر من اللي عملته السنه اللي فاتت. مش انا بس، انا وزمايلي وكلنا متفقين على كده. فان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونقدر نكمل على نفس المستوى اللي احنا هنا بيه، نقدر نعمل اكتر من السنه اللي فاتت ان شاء الله. مين اللي توقع لك التهديف النهارده يا حسين؟ والله اللي توقع كتير كان والدتي ودعت لي، وكانت اختي وكانت زوجتي، وكان احمد واسر دعوا لي، وتايم طبعا هو لسه ما بيتكلمش سنه، فكنت عمال اكلمه اقول له يا تيتو هو يجيب جون وكده، جول جول، فكان عمال يعمل لي كده. بس فالحمد لله والله يعني كنت متوقع وقدرت ان انا اعمل كده، فربنا يكرمنا ان شاء الله واقدر اكمل اكتر من كده باذن الله. اخيرا يا حسين انا مش هطول عليك، الموسم ده موسم صعب جدا، في بطولات كتير جدا، ايه اللي اكتر حاجه تقلق حسين الشحات كواحد من لاعبي النادي الاهلي ومن العناصر المهمه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ايه اللي اكتر حاجه تقلقك الموسم ده؟ والله اللي يقلق حسين الشحات والنادي الاهلي. بس مفيش حاجه اكتر من كده. احنا كلاعيبه والله طبعا انت عندك بطولات كتير قوي السنه دي، لو انت مركزتش في واحده هو ده اللي هيقلق. بس يعني هو ده بس اللي يقلق، لو انت مركزتش في بطوله وداخل مركز فيها اللي انت تاخدها، زي ما حصل في السوبر وقدرنا اللي احنا نخسر. فدي بنقول لجمهور النادي الاهلي معلش وحقوك علينا، وان شاء الله باذن الله نقدر نعوض السنه دي ونحقق بطولات اكتر باذن الله في السنه الجايه.